حاجه عايزه اقول كيفكم. اليوم جايلكم فيديو جديد. مقولي الاساسي اليوم هو صدر الدجاج. هتبدأ معكم بالتتبيله المميزه جدا وحتقليل الفروج بعد ما نكون غطسناها بالتقطيطات اللي حواجهكم اياها طريقتها بالتمام. حبايبي هلا رح احكي لكم سر النكهه المميزه بهي التبله، وليش قلت لكم رح تعجبكم كثير. رح تلاقوا الدجاج له نكهه مثل المطاعم واطيب كمان، حيتنقنا ويستوي كثير ويفرط معكم حتى من كثر ما استوى. هلا رح احكي لكم بدايه عن البهارات اللي معي. رح احتاج ملح، سماق، فلفل اسود، بابريكا، بابريكا عاديه او فليفله حمراء يابسه، وبابريكا مدخنه. هي هي سر وصفتنا وتتبيلتها المتميزه. نكهه البابريكا المدخنه بتفرق عن البابريكا العاديه، ونصيحه انكم تجربوها لانها تعجبكم كثير وتدمنوها وما رح ترجعوا تعملوها بدون توفر هذا المكون. هون عندي بودره الثوم وملح الليمون. ملح الليمون سبب وجوده بهي التبله، انا بحب اصناف الدجاج كلها اني اعتمد على الحمض لانه الحمض بيهري الدجاج وبيساعده على الاستواء اكثر، فهذا هو سر الاستواء النيفع للدجاج معنا. هون عندي كبايه حليب سائل، وهون عندي نص كاسه خل. الخل حمض الليمون هن اهم مكونين لاستواء الدجاج بطريقه دايبه ذوبان. هلا رح ابدا اكون معكم هي التتبيله فوق صدوره الدجاج اللي قطعناهم مع بعض. اعزائي هلا رح ابدا معكم باول مكون للتغطيس. عندي طحين رح احط له بهارات مشكله، عندي فلفل اسود، بابريكا وملح، وهون عندي معلقه كبيره من اكل من النشا الكورن فلاور، رح اخلطهم معكم هلا وننتقل للتغطيس الثاني. عندي هي معلقه النشا حضيفها، وعندي هي البهارات المشكله الفلفل الاسود والبابريكا والملح رح اضيفهم كمان. هلا رح اخلطهم بهدوء ياخذ كل الطحين البهار والنشا بشكل متوازن. هلا سر معلقه النشا هي انها بتعطي قرشه كثير مميزه لقطع الدجاج. البهار حتى يتنكه مع شوي الطحين، ما بكثر مثل ما شفتوا بس للنكهة. انا هون حطيت عندي قدر كاستين طحين. هاي اول تغطيسه صارت جاهزه معنا. هلا رح انتقل معكم للتغطيسه الثانيه اللي هي عباره عن بيض وحليب. هلا احبائي رح انتقل معكم للتغطيسه الثانيه اللي هي عباره عن بيضتين، ملح، فلفل اسود، كاسه شاي من الحليب السائل. هلا رح انزل معكم المكونات بشكل جيد، تتجانس البيض والحليب والبهارات مع بعض تمام. مثل ما انتم شايفين احبائي هلا صار عندي هذا الخليط جاهز، وهلا رح انتقل معكم لاخر تغطيسه عندي، تعالوا نشوف مع بعض. هلا احبائي رح اخذ معكم اخر تغطيسه، هي عباره عن كبايه من الخبز المطحون وكبايه من الشوفان. انا بحب كثير استعمل شوفان لوصفتي، اولا لفوائده وقيمه الغذائيه، ثانيا لانه بيطلع طعمه بالقلي مع الدجاج كثير طيب. في ناس بتحط كورن فليكس مع الخبز، انا بحب اعتمد الخبز مع الشوفان. هلا رح اخلطهم. هلا رح امزج الخبز مع الشوفان. نصيحه انكم تجربوا هذا الكومبينيشن لانه فعلا حتلاقوا قد ايه انه نكهته طيبه مميزه بالقلي. انا ليش بحب الشوفان كمان؟ لان الخبز بيبقى وقت التقلي ناشف شوي مع الزيت، فالشوفان بيعطي هي الطراوه اللي كثير طيبه، فالكومبينيشن بين الخبز والشوفان بيعطي مزيج حلو بين القرمشه والطراوه الطيبه. هلا احبائي صارت عندي الثلاث تغطيسات جاهزه لبلش بالدجاج المتبل. انا تركت الدجاج 24 ساعه بالبراد بالتتبيله اللي حضرتها معكم لحتى كان تشرب التتبيله منيح واهترى بالخل وحمض الليمون. هلا رح ابدا معكم اول قطعه دجاج. رح اخذ قطعه الدجاج من التتبيله بشيلها بالشوكة حتى تصفى معي الخلطة، بحطها أول شي معي بالطحين. هلا بدي انقلها للبيض. أنا لأني بحب تكون هي الخلطة سميكة على الدجاج وتتغلف قطعة الدجاج منيح بالطحين، فرح أرجعها على الطحين معكم. هيك بتصير أتقل وأكتر كمان على قطعة الدجاج
وبتصير مثل المطاعم في الطبقه السميكه. هلا هرجعها على البيض وبعدين بنقلها على البقسماط. هيك لازم اصفيها تمام من البيض. هلا باخذها على الخبز والشوفان. شايفين احبائي؟ كان واضح عليكم، رح اقرب لكم الكاميرا. هيك تمام. هلا رح اعيد معكم كم قطعه بعدين بكملهم لحالي وارجع لكم باخر الفيديو بعد ما اقلي. هلا رح ارجع اخذ قطعه دجاج جديده واعيد معكم نفس الخطوات. رقم واحد عندي الطحين، رقم اثنين عندي البيض. البيض لازم تستخدمي فيه شوكه او مضغه او اي وسيله، بصير صعب عليكي بيجمع الطحين والخلطات على اصابعك، ما بتعودي تقدري تشتغلي منيح. هلا رح ارجع على الطحين. هلا مرة ثانية على البيض. شايفين اعزائي كيف؟ ان شاء الله تكون واضحة عليكم. هلا رح اخذها على البقسماط. شايفين اعزائي كيف؟ بحاول انا في اغطي كل الجهات بالخبز وشوفها حتى يطلع لونها بالقلي رائع. هلا باخذها على الصينية. رح اعيد معكم اخر قطعة دجاج لأتأكد انكم حصلتوا على الفائدة بشكل كامل. على البيض مرة ثانية على الطحين. شايفين أعزائي؟ هلا كمان على البيض. هلا على البقسماط. هلا أعزائي راح أختي انهي القطعه اللي عندي في التتبيله بالكامل وارجع لكم وقت بدي بلش اقليهم بالزيت واقدم لكم اياهم بطريقه حلوه. هلا اعزائي خلصت كل الكميه اللي عملتها مثل ما انتم شايفين، طلعت كميه وفيره وبالاخص اني انا سمكت الخلطه اللي حوالي الدجاج. يعني لو اني غطست مره بطحين ومره بالبيض ومره بالبقسماط كان ما طلعت بهي السمك القطع، عرفتوا كيف؟ انا بحبها هيك لانه كثير بتطلع القرمشه اللي فيها طيبه مثل المطاعم الاطيب بكثير. فنصيحه انكم تغطوها مرتين بطحين ومرتين بالبيض ومره بالبقسماط وتشوفوا النتيجه قديش اكثر من رائعه.